أيضا الحديث الآخر يقول: ما صحة هذا الحديث من حج فلم يزرني فقد جفاني. هذه كل القاعدة التي ذكرها العلماء، أن كل حديث في الأمر بزيارة قبره صلى الله عليه وسلم أو الحث عليها، كل حديث في هذا الموضوع فهو لا يحتج به، لأنه إما ضعيف شديد الضعف، وإما أنه موضوع ومطلوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد نبه على ذلك الأئمة الكبار من الحفاظ، شيخ الإسلام بن تيمية والحافظ بن عبد الهادي الصارم المنكي في الرد على السبكي، والحافظ بن حجر وغيرهم من الحفاظ. نعم.